طيب دكتور توفيق، يمكن اعتدنا خلال السنين الطويلة الماضية من هذا الصراع أنه أمريكا طرف رئيسي أو في هذا الصراع، سواء إذا كان راعية للسلام كيفما تحب أمريكا أن تسمي نفسها، أو كيفما نسميها أحيانا أنها تدير هذا الصراع كيفما شاءت. لكن الآن الصين دخلت على الخط، تعتقد دكتور توفيق أن دخول الصين على هذا الخط ومحاولتها لإيجاد وسيلة ما لإقرار سلام في المنطقة، هل من الممكن انه ده يعني يثير حماسة الامريكان لعدم خسارة موطئ قدم امريكي، او لعدم تقليص قدرتها من العمل على الارض خاصة في ظل شراكات وصداقات عربية متعددة؟ يقينا، ودي نقطة من احلى ما يمكن، اشكرك على اثارتها، لان الموضوع حتى اعتقادي مش هيقف على الصين بس. أنا في تصوري الشخصي إن مجرد بس ما تعدي هذه السنة ويبدأ 1 يناير، لو تذكر حضرتك إن تاريخ 1 يناير ده هو بداية رسمية لمجموعة البريكس صحيح الجديدة، اللي هي طورت بمجموعة دول من مصر وكذا وكذا. فمجرد ما يبدأ النظام ده يبدأ في التحرك، أنا اعتقادي هنجد تغيرات ضخمة في قيادة هذا الأمر وفي التحركات فيه. لأن كما حضرتك لاحظت، الصين كان اتجاهها ده بتحاول تصلح مثلا ما بين السعودية وإيران. صحيح. الصين بتحاول اتجاهها دايما لعمل سلام حقيقي، مش مجرد صورة ومفتعل، لا حقيقي. فاللي حاصل النهاردة الصراع هيبقى قوي جدا، وأمريكا مش عايزة تفقد برضو الشرق الأوسط، فهي بدخول الصين هيعمل هزة ضخمة جدا جدا. وإن كنت لا أرى أن الصين منحازة لجانب عن الآخر، يعني عشان برضه أبقى دقيق، إن هو ما خدتش موقف مثلا زي أمريكا مثلا أو معاكس خالص لأمريكا. ما أقدرش أقول مثلا إن أمريكا مع إسرائيل والصين ضد إسرائيل، لا، الصين طرف إلى حد كبير محايد، وقد يكون هذا أفضل للجميع على فكرة، لما الكل يشعر إنه في طرف محايد لدرجة ما، عارف حضرتك الكل بيسمع له بقى في النهاية، يقول لك والله ده ممكن يديني شيء من حقي على الأقل. صحيح، لأنه الصين علاقتها جيدة جدا بالجانب الإسرائيلي، بل أنه الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وعليه من الممكن أنها بس تضبط الإيقاع. بالضبط، دي أحلى تعبير، أشكرك عليه، ضبط الإيقاع. فوجود الصين في المعادلة أنا اعتقادي هيكون مفيد جدا، لأنهم ناس ما عندهمش انحياز، هم كانوا بعاد لو تاخد بال حضرتك طبعًا. عن قضايا الشرق الأوسط، يعني ما هماش يعني داخلين، هم اوريدي عالم لوحدهم فوق المليار نسمة يعني. فغير خالص أمريكا من بداية الصراع وداخلة في الشرق الأوسط قصة تانية خالص، ولكن وجود الصين في تصوري هيكون عامل العقل بدلا من العاطفة، وعامل العدل بدلا من الانحياز. لان يعني عارف حضرتك بامانه شديده، هو في انحياز من جميع الاطراف، يعني حتى لو هتقولي مثلا امريكا منحازه لاسرائيل كده على طول، ما هو برضه مثلا هتقول الدول الاسلاميه هتلاقيها منحازه ضد اسرائيل على طول مثلا، او مع الفلسطينيين على طول. فانا اعتقادي الموضوع ده مش هيتحل غير بحاجتين، ان 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 العقل يغلب العاطفة في الأمر، والعدل هو اللي يغلب من غير عواطف، لا ضد ولا مع، يعني وتدخل بعدل، والناس المعتدلة من جميع الأطراف هي اللي تقعد على الترابيزة تحلها، لأن المتطرفين في جميع الأطراف صدقني هيزيدوا الأمر اشتعالا. والحل الأوحد في إيدين الناس المعتدلة من جميع الأطراف اللي داخلة في المشكلة دي، وممكن تتحل. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن.